مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامج في النور. النهاردة الحقيقة هو يوم استثنائي، وبكل تأكيد الكل النهاردة كان بيتابع حادث، أو يعني خلينا نقول التاريخ بيتكتب النهاردة بشكل مختلف بالنسبة للدولة المصرية، والحلم النووي بيتحقق النهاردة. زي ما شفنا محطة الضبعة النووية بدأت تدخل في مراحل جديدة، شفنا صب الخرسانة الخاصة ب الوحدة الرابعة في هذه المحطة، طبعا بمشاركة الرئيس السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هنتكلم بشكل مستفيض عن هذا الموضوع سواء في فقرتنا الإخبارية أو كمان في فقرتنا الحوارية، نفهم إيه قصة الضبعة وإيه قصة هذه المحطة، يعني كل الأمور الخاصة بها. لكن خلينا نقول إن احنا عندنا مجموعة من الأخبار المهمة جدا، حاجة ليها علاقة بالحوادث اللي شفناها على مدار اليوم. النهاردة حادثة كبيرة جدا على المريوطية وتريلا، المفروض الطريق زحمة، دخلت في العربيات كلها على كوبري في المريوطية، أدت إن في عربيات وقعت من فوق الكوبري وعربيات اتخبطت واللي تشال نص العربية، يعني حادثة صعبة جدا وبشعة جدا، وتخلينا إن احنا نسلط عليها الضوء ونسأل هل دي الأول مرة بنشوف سائقي التريلات أو النقل الثقيل لا يلتزموا بالمواعيد المحددة للسير في الشوارع، تحديدا في الأماكن السكنية أو فوق الكباري. نعرفين أن احنا القوانين عندنا بتقول من 11 مساء لحد الساعة 6 صباحا، فإذا ليه ما فيش التزام؟ ليه شايفين المشهد أن نشوف تريلا بتوقع عربيات من فوق الكوبري؟ حضراتكم لو تشوفوا أكيد المشاهد هنستعرضها مع حضراتكم خلال الفقرة، وأكيد شفتوا منها لقطات على منصات التواصل، حاجة مرعبة أن تلاقي عربيات بتوقع من فوق الكوبري. فسؤالنا لحضراتكم ليه علاقة بهذا الموضوع، ومدى رصدكم لفكرة الالتزام أو عدم الالتزام من قبل سائقي التريلات والنقل الثقيل اللي مع الأسف بيكون سبب أساسي في عدد كبير من حوادث الطرق في مصر. هنستفيد في كلامنا عن هذا الموضوع، لكن اكتبوا لنا رأيكم في صورة البرنامج على صفحتنا على فيسبوك سي تي في ايجيبت. وعندنا الحقيقة أخبار تانية ليها علاقة بالزلزال اللي حصل في الأقصر ومدى تأثيره وإيه الأسباب وكل هذه الأمور، وطبعا متابعتنا للملف الاقتصادي وأخبار تانية. لكن خلينا نبدأ بالحلم اللي بيتحقق اليوم. زي ما قلت لحضراتكم محطة الضبعة النووية ده يعني حلم النهاردة بيتحقق، والرئيس السيسي قال إحنا النهاردة بنكتب التاريخ يعني هذه المرحلة اللي وصلنا ليها داخل هذه المحطة. النهاردة كان صب الخرسانة في الوحدة الرابعة في محطة الضبعة النووية. أسئلة كتير ممكن تطرح في هذا الملف، لماذا اتجهنا لهذا الاتجاه من إنتاج الطاقة؟ ليه المحطة دي بدأنا ان احنا ننفذها، وان كان زي ما قلنا الحلم كان بقاله سنين طويلة، يعني لو نرجع كده بالذاكرة فهو من 1956 من ايام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لما وقع اتفاقية ثنائية مع روسيا مع الروس علشان يكون في تعاون ما بين الجانبين، وكانت بتشمل بشكل اساسي ان يكون في تعاون تحديدا في المجال النووي واستخداماته السلمية، لأن كتير قوي مننا مرتبط عنده فكرة النووي بالقنابل أو بالتسريبات أو بالتلوث والأمراض اللي بتنتج عن النووي، لكن محتاجين نأكد على أن هذا استخدام سلمي للطاقة النووية. محطة الضبعة هي من أجل إنتاج الطاقة فقط بشكل سلمي، فإحنا بنتكلم يعني في أمور كده لازم نوضحها في البداية علشان لا تختلط الأمور عند البعض. ولكن الحلم زي ما قلنا من 56 لم يتحقق، وفضلنا نشوف يعني تأجيلات وكل شوية تجدد الحلم. بعد كده في 2015 وصلنا لمرحلة أن الرئيس السيسي وقع اتفاقية لإنشاء أول محطتين داخل هذه البقعة المختلفة كمان الحقيقة في مصر. بنتكلم في الضبعة في مطروح، يعني مش أي مكان ينفع يتعمل فيه هذا المشروع، لازم ليه مواصفات معينة. هو بيطل على البحر، يا ترى ليه؟ ليه مهم جنب المحطة يكون في بحر؟ هل ليه علاقة بسهولة نقل بعض الأشياء؟ هل ليه علاقة بالتخلص من النفايات؟ أسئلة لازم طبعا تطرح في هذا الملف، لكن زي ما قلت لحضراتكم بنوعدكم النهاردة نفهم كل تفاصيل هذه القصة سواء في الأخبار أو كمان في فقرتنا الرئيسية، ونفهم بقى الفنيات ونفهم دور العامل المصري في هذه المحطة.
خلينا بداية نسمع كلام الرئيس السيسي وكيف كتب التاريخ اليوم في هذه الخطوة والخاصة بمحطة الضبعة النووية. حقيقة مشهد يفرح أننا نكون شايفين هذا المشهد، الرئيس السيسي والرئيس بوتين بيشاركوا من خلال طبعا تقنية الفيديو كونفرنس في هذه المرحلة الخاصة بصب الخرسانة في المحطة الرابعة داخل الضبعة أو في الوحدة الرابعة تحديدا في الضبعة. مشهد زي ما قلنا يفرح وحلم بيتحقق النهاردة، والسبب الأساسي أن احنا لابد أن نوسع أكتر من مصادر الطاقة. احنا كتعداد السكان مصر كل يوم في زيادة، واحنا شايفين قد ايه وتيرة الزيادة السكانية بتزيد، فبالتالي لازم نشوف عندنا مختلف مصادر توليد الطاقة، سواء مصادر ليها علاقة بقى يعني المصادر التقليدية او كمان المصادر الجديدة زي من خلال الطاقة النووية واستخدامها بشكل سلمي. بنأكد مرة تانية على هذه المعلومة. الحقيقة ان الرئيس بوتين كان ليه ايضا تصريحات مهمة جدا. اولا بيتكلم على أهمية العلاقات الاستراتيجية مع الدولة المصرية، وأن العلاقات دي الحقيقة مش في السنوات الأخيرة فقط، احنا بنتكلم من أيام السوفيت، من أيام الاتحاد السوفيتي، وروسيا كانت شريك لمصر في مشروعات كبرى هامة جدا. الضبعة مش أول مشروع، السد العالي كانت روسيا أيضا شريكة في هذا المشروع، والشركات الروسية طول الوقت موجودة داخل المجتمع المصري علشان تساعد أكتر في إنجاز مختلف المشروعات. اتكلم أيضا على العمالة داخل هذا المشروع، عندنا 16 ألف عامل شغالين في مشروع محطة الضبعة النووية، والشيء المفرح في الموضوع ده أن غالبيتهم من المصريين. يمكن دي يعني كانت من أهم الكلمات اللي قالها بوتين، وطبعا اتكلم على الأرقام وحجم الطاقة التي ستنتج من خلال هذه المحطة. يعني أشار الحقيقة إن متوقع هيتم تقديم حوالي 4200 ميجا وات من خلال توليد الطاقة من محطة الضبعة. واتكلم أيضا على يعني متانة زي ما قلنا العلاقات ما بين مصر وروسيا، مش بس في مجال الطاقة لكن فكرة التبادل التجاري حتى ما بين الدولتين. الأرقام كمان بتزيد، بتشهد نمو بنسبة 20%، والكلام ده كله تعزز أكتر أو زاد أكتر تحديدا بعد توقيع اتفاقية ما بين مصر وروسيا في 2018، اتفاقية الشراكة المتعددة والتعاون الاستراتيجي. الحقيقة زي ما بنأكد مرة تانية النهاردة يوم مختلف في تاريخ الدولة المصرية، مين كان يحلم ان احنا نوصل لهذا اليوم ان يكون على الأراضي المصرية محطة نووية. نتكلم أكتر على هذا المشروع وكيف يعكس كمان متانة العلاقات ما بين مصر وروسيا. مرحب معانا على التليفون بدكتور ضياء الدين حلمي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير لحضرتك. الحقيقة النهاردة يوم استثنائي وسعداء جدا ان احنا بنصل لهذه المرحلة في هذا المشروع. اولا لو حضرتك تكلمنا بداية على كيف يعكس مشروع الضبعة النووية متانة العلاقات ما بين مصر وروسيا، خاصة في ظل الرسائل الهامة اللي قالها الرئيس السيسي أو أيضا اللي أشار لها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الحقيقة بداية عايز أأكد أن 23 يناير 2024 تاريخ لن ينسى أبدا في حاضر المصريين وفي مستقبل الدولة المصرية. صحيح. هو تاريخ حقيقي وهو مختلف تماما، وبداية لأهم مشروع قومي شافته مصر في كل عصرها الحديث. الأمر كبير وأكبر مما يتصور الجميع لأسباب مهمة المتخصصين يعلمون. الأمر في كذا اتجاه هو رسائل كثيرة ومهمة وحقيقية طبع. على الأرض كان حلما فعلا زي ما حضرتك أشرتي، هو حلم من أحلام المصريين. نحن نبني اليوم هرم رابع في الصناعة المصرية في التنمية المصرية. هو يعكس بالتأكيد الرسائل ضخمة والأمر يحتاج إلى تحليل بالساعات، ولكن حينما نصل إلى 24 يناير هذا يقول
أن هناك جهد كبير مصري وأن هناك إدارة من القيادة السياسية المصرية كانت تخطط بشكل استراتيجي. هذا التوقيع كان 2017، وده اللي قاله فلاديمير بوتين النهاردة الرئيس الروسي، قال التوقيع كان 2017، والشراكة الاستراتيجية اللي حضرتك أشرتي إليها كانت 2018. إذن أنت زرعتي في 2017 حلم وبتحصدي يناير 2024، 23 يناير تحديدا، وده أحد الأيام التاريخية ضمن تواريخ مهمة في حياة مصر الحديثة. طيب دكتور ضياء، لماذا اتجهت روسيا أن هي تنفذ هذا المشروع على الأراضي المصرية؟ احنا محتاجين نفهم أكتر رؤية روسيا في هذا المشروع، وليه كانت حريصة على التعاون مع مصر فيه، في ظل أن احنا لما نقرأ تاريخ موضوع يعني المحطة النووية في مصر نشوف أن كان في جهات أخرى زي فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا روسيا كانت حريصة على تنفيذه؟ الحقيقة روسيا حريصة على التعاون مع مصر لأن روسيا ومصر أصدقاء تاريخيا، ولدينا أفكار مشتركة جيدة، ولدينا حتى الشعب المصري والشعب الروسي هناك قواسم مشتركة، وهناك حالة، هناك الخبراء الروس كانوا موجودين في الصناعة المصرية منتصف القرن العشرين، وكان هذا التعاون تعاون بناء ومثمر، وكان يرضي الطرفين لمصلحة الطرفين. الأمر أن العلاقات المصرية الروسية علاقات في جذور التاريخ، وهي تمتد الآن، وده أحد الأسباب التي شجعت فلاديمير بوتين الرئيس الروسي على أنه يتعاون مع مصر. من ضمن الأشياء، الماضي الذي يربط بين الدولتين الكبيرتين، ولكن أيضا يرى أن مصر البوابة الحقيقية لإفريقيا، أنها الدولة الكبيرة في الشرق الأوسط، أنها مستقرة سياسيا واقتصاديا في منطقة من الأربع اتجاهات منتهبة. لم يحدث هذا منذ أكثر من 100 عام ما يحدث حولنا، ولكن مصر ما زالت الحمد مستمرة لله وقائمة، ثابتة وقائمة، وأيضا بفضل الله. ثم يعني نفصل ونقول ثم برضو بتخطيط استراتيجي لقيادتها الوطنية، لأن ما يحدث في مصر الآن هو فعلا تنمية مستدامة وحقيقية. صحيح. وهي تحتاج إلى جهد كبير في ظل أن هناك متغيرات حولنا ضخمة، هناك أزمة اقتصادية عالمية بكل تأكيد. وعلى ذكر الأزمة الاقتصادية دكتور، لابد أن نشير إلى البريكس، والنهاردة بوتين اتكلم على أهمية وجود مصر داخل هذا التكتل، وأيضا أن هو يكون حريص كدولة روسية على تفعيل الدور المصري أكتر في ظل أن روسيا بترأس هذا التكتل خلال الفترة المقبلة. شفت إزاي الإشارة لنقطة البريكس في افتتاح اليوم أو في هذا الحدث اليوم، وتأكيد بوتين على وجود مصر داخل هذا الحلف. هناك مصادفة مهمة أن يكون يوم 23 أغسطس 2023 يوم تاريخي أيضا في تاريخ مصر الحديث، بانضمام مصر إلى مجموعة البريكس في الاجتماع في جنوب أفريقيا 23 أغسطس، وكانت روسيا من المتحمسين لدخول مصر والصين، وتم دعوة مصر من قبل المجموعة، وهي من أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، والناتج القومي لدول مجموعة البريكس يتخطى الناتج القومي للجي 7. أيضا مجموعة البريكس تضم الآن ما يقرب من 40 إلى 42% من سكان العالم، أي أسواق كبيرة وجديدة. وأشار الرئيس الروسي اليوم فلاديمير بوتين على هذا، وشدد على أن مصر موجودة بقوة، وأنه سيسعى وهو يترأس الدورة الجديدة ستكون في يونيو القادم بمشيئة الله في روسيا، وشدد على أن مصر دولة اقتصادية مهمة في المجموعة، وأن التبادل التجاري الروسي المصري مهم، كما أشار الرئيس فلاديمير بوتين، وهي إشارات لها معنى، أن روسيا تتعاون مع مصر في الطاقة والزراعة بقلب. وقال عن مصر أن مصر صديق قريب
طيب ختاما وسريعا دكتور ضياء، ازاي هذا التعاون المصري الروسي ممكن تنظر ليه باقي دول العالم، تحديدا المعسكر الغربي لما يشوفوا ان روسيا في ظل كل التحديات اللي مصر بتعيشها هي حريصه على دعم مصر والشراكه ايضا في مختلف المشروعات ويمكن مشروعات هامه زي محطه الضبعه النوويه؟ مصر تتعامل بتوازن مع كل بلاد العالم، وهي دوله سلام، وعلاقتها الطيبة مع أي دولة ليست موجهة إلى طرف آخر، ولذلك المشكلة ليست لدى مصر. وإذا كان لدى الآخرون مشكلة فمصر لم تكن أبدا حريصة على هذا، ولكن لابد أن نعترف أنه لن يكون هناك يعني على الأقل ارتياح كبير لهذا، ولكن دي مصالح دول ومصالح شعوب، ومصر لا تسعى أبدا إلا إلى التوازن والعلاقات الطيبة مع الجميع. لكن إذا كانت هناك معسكر شرقي ومعسكر غربي، أو هناك مناوشات روسية أمريكية أو روسية أوروبية، مصر موقفها متوازن الحقيقة. أنا بشكرك جدا. متوازنة صحيح، وتسعى إلى علاقات طيبة مع الجميع لصالح الشعب المصري، وهذا حق مشروع. دكتور ضياء الدين حلمي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. إذا بنأكد مرة تانية النهاردة 23 يناير هو يوم تاريخي في تاريخ الدولة المصرية، وإحنا يمكن أشرنا شوية لأهمية الموضوع على صعيد العلاقات ما بين مصر وروسيا، لكن الفنيات وحجم الاستفادة لينا سواء في ظل يعني الأزمات اللي علاقة بالطاقة أو كمان في ظل الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، هنفهم ده أكتر في فقرتنا الرئيسية. نروح بقى للحادثة اللي يمكن أشرت ليها في بداية الحلقة واللي حصلت في طريق أو محور المريوطية. كارثة كبيرة الحقيقة حصلت في ساعات النهار النهاردة، مقطورة دهست عدد كبير من العربيات. هنشوف مع حضراتكم اللقطات على الشاشة. الدنيا زحمة، العربيات ماشية بسرعة طبيعية تتلائم مع الزحمة اللي حصل، يتفاجئوا ان تريلا داخلة على كل العربيات، كأننا بنشوف يعني عارفين قطع كده الدومينو لما تزق واحدة والباقي يبدأ يقع، تحس المشهد كأنه لعبة، ما تحسوش مشهد واقعي أبداً. عربيات بقى بتقع من فوق الكوبري، عربية نصها يتشال، شايفين العربية بتطير ازاي؟ طارت من فوق الكوبري، هو راجل ولا بيه ولا عليه، هو واقف طبيعي جدا ماشي في طريقه سرعته طبيعية، لكن ذنبه ان كان وراه تريلا، ذنبه ان كان وراه شخص غير ملتزم بالمواعيد الرسمية لسير هذه العربيات النقل الثقيل. تاني بنأكد مواعيدهم من 11 مساء ل6 صباحا، الكلام ده ما حصلش في المواعيد دي، احنا شايفين اهو في ساعات النهار العربية ماشية على محور المريوطية، ومع الأسف لسه حتى لقينا الأعداد الخاصة بقى بالإصابات أو لا قدر الله لو في وفيات لسه هنعرف مع حضراتكم، لكن بكل تأكيد احنا أمام كارثة حصلت النهاردة في هذه المنطقة. والمسؤول الأول والأخير فيها طبعا سائق التريلا، ما تقدرش تلوم أي حد فيها الحقيقة، الناس واقفة في زحمة هيعملوا إيه؟ هو بقى ما بنعرفش شارب حاجة ولا وضعه إيه ولا الفرامل بتاعته بايظة، أيا كان هنفهم القصة مع حضراتكم. وخلينا نرحب معانا على التليفون بالأستاذ إيهاب أبو ريا، صحفي في موقع القاهرة 24. أهلا بيك معانا يا أستاذ إيهاب، ولو تقول لنا تفاصيل الحادثة تحديدا وحصلت إمتى وإزاي نشوف تريلا ماشية بهذه السرعة في هذا الوقت. أهلا بيك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. اللي حصل النهاردة في حادثة محور المريوطية، يعني الحادث اللي حصل تقريبا الساعة 2:15 أعلى الطريق الدائري، 2:15 ظهرا محور بالظبط، الساعة 2:15 على طريق محور المريوطية في اتجاه الرماية. النهارده طبعا كان في كثافة مرورية وكان في تكدس للسيارات، لا خروج موظفين بقى، خروج طلبة من الامتحانات والمدارس، احنا بنتكلم في عز النهار يعني. بالظبط الساعة 2:15، يعني موظفين طلع من الشغل وطلبة راجعة من الامتحانات أو من المدرسة. تفاجئت الناس وقت لحظة تكدس العربيات إن في عربية مقطورة، يعني محملة بالأغنام، دخلت في حوالي أكتر من 8 عربيات على الطريق، على الطريق الدائري. وده تسبب في 3 إصابات، 3 أشخاص يعني نتيجة الحادث، لسه ده يعني تقرير مبدئي عن الحادث. يعني وضع العربيات اللي وقعت من فوق الكوبري والناس اللي كانت داخلها لسه مش متضح التفاصيل مبدئيا، 3 إصابات. الفيديو اللي احنا شفناه، شفنا العربيات طبعا وهي بتتطاير من أعلى محور المريوطية
منهم العربية اللي كانت محملة بالأغنام. دي لسه ما نعرفش التقرير بتاع الحالة الصحية للسواق بتاعها، ولكن احنا نعرف ان التحريات الأولية بتقول ان سائق العربية المقطورة اللي كانت محملة بالزلط او اللي هي المتسببة في الحادث هو شخص اسمه هلال عنده 33 سنة وده من محافظة سوهاج. وده يعني ايه اللي خلاه يدخل في الناس بالشكل ده؟ هل كان شارب حاجه عنده مشكله في الفرامل او في القياده؟ يعني ايه اللي ادى في الاخر ان هو مش عارف يتحكم في سرعه التريل او المقطور؟ الاجهزه الامنيه بوزاره الداخليه دلوقتي بتحلل مخدرات للسائق المتسبب في الحادث، بتعرف تعطيه المواد المخدره من عدمه، بتحاول ان هي تحقق معاه. طبعا هو مصاب برضو لان الحادث مش صغير، حادث كبير. لانه اصطدم بسور المحور. طبعا النهارده اللي هو هشام عبد الناصر مساعد وزير الداخليه لامن الجيزه اتنقل بفريق امن كبير جدا وقوات الحمايه المدنيه لمكان الحادث، وعملوا على ازاله الاثار الاثار الحادث المتسببه لوقف حركه السير على طريق دائري، وتم اعاده حركه المرور لطبيعتها مره ثانيه. طب خليني اسالك، هو كام عربيه وقعت من فوق الكوبري في الحادثه دي؟ لو هنتكلم من فوق الكوبري حوالي 4 عربيات 5 عربيات وقعوا من فوق الكوبري. ده غير اللي اتخبط في بعضه على الكوبري نفسه. طبعا العربيه النقل اللي كان لونها احمر اللي كانت محمله بالاغنام دي طبعا اللي اصطدمت بالارض بشكل كبير جدا، وفي العربيه الميكروباص اللي وقعت على نزله الكوبري او نزله المحور المرتيه، وفي عربيه ملاكي ثانيه برضو وقعت طارت تقريبا من فوق الكوبري الدائري. دول العربيات اللي ظهرت قدامنا في الفيديو، لكن اكيد في عربيات ثانيه اتضررت من الحادث. كاميرا المراقبه ما رصدتهاش، لكن من الاثار الجانبيه او من الاثار اللي شفناها في الحادث ان عدد كبير من العربيات اتضررت من الحادث. هي كارثة، احنا شايفين مشهد كارثي. اولا من مين اللي طلع التريلا في ميعاد زي ده على محور رئيسي، واحنا شايفين حجم العربيات وعدد العربيات الموجودين، ده اول سؤال لازم يتسأل. وثانيا لماذا يعني كان بيتجه نحو هذه العربيات بالسرعة دي؟ ما فيش فرامل، وضعه ايه؟ هل فايق ولا هو يعني كان تحت تأثير مخدرات؟ اسئلة كتير الحقيقة، ولكن يهمنا ان احنا الموضوع يكون 3 اصابات فقط، لان المشهد اللي احنا شايفينه الحقيقة بكل تأكيد هو يعني اكيد الاعداد اكبر من كده، ويعني نتمنى ما يكونش فيه وفيات. ده الفحص المبدئي للحادث، 3 اصابات لحد اللحظه دي، ما فيش عدد كامل للاصابات، ولكن العدد المعلن 3 اصابات. وجاري الفحص الفني للعربيه المتسببه في الحادث، وجاري تحليل مخدرات. طبعا السواق قبض عليه وتحت تحفظ الجهات الامنيه، وبيتم استجوابه، وبرضه منتظرين نتيجه التقرير المخدرات للسواق المتسبب في الحادث. وتم نقل الـ3 مصابين للمستشفى ليه يعني اسعافهم، وده تقريبا نتيجه الحادث النهارده. طيب المحور حاليا هل حركه السير بقت طبيعيه ولا لسه في اغلاق لجزء منه او شيء ما؟ حركة المرور رجعت زي ما هي طبيعي، حالتها طبيعية جدا. تم رفع آثار الحادث بالكامل عدا العربية اللي كانت محملة بالأغنام لأن هي وقعت على الطريق. أيوه احنا كمان شايفين جزء من الكوبري أكيد أو السور الخاص بيه انهار نتيجة اصطدام العربيات بيه، فأكيد ده محتاج إصلاحات. بالظبط، ده جاري ترميمه وجاري إصلاحه من الجهات المختصة. الحماية المدنية برضو وإدارة الإدارة العامة للمرور عملت وفرضت قردون أمني يعني سلامة المواطنين أو العربيات اللي ما كانتش عارفة أو السائقين اللي مش عارفين إن في حادث. تم فرض قردون أمني حوالين المقر أو موقع الحادث طبعا لتجنب حدوث أي كوارث ثانية. أنا بشكرك جدا على كل التفاصيل اللي قلتها لنا الأستاذ إيهاب أبو ريا، صحفي في موقع القاهرة 24. الساعة 2:15 ظهرا، شايفين زي ما قلنا خروج طلبة وخروج موظفين طبيعي مكانهم إن هم داخل السيارات فوق هذا المحور، ولكن اللي مش طبيعي إن احنا نشوف تريلا في المعدة
وان احنا نشوفه يعني بيسوق العربيه بتاعته بهذا الجنون او غير متحكم فيها تماما. دايما بنأكد وبنناشد وبنقول ان دايما التريلات او المقطوره او الكلام ده كله بيكون سبب رئيسي في الحوادث. محتاجين نكثف اكتر من الحملات المروريه اللي ليها علاقه بمدى التزامهم بالمواعيد، مدى التزامهم بالطرق اللي المفروض يمشوا فيها. وزي ما قلنا يعني كان سؤالنا لحضراتكم عن حجم الالتزام، شفنا تعليقات بالفعل بتقول ان هم غير ملتزمين، واحنا كلنا بنشوف بنسبه كبيره عدم التزامهم. فاحنا بنناشد بعد هذه الحادثه الماساويه الدمويه الصعبه اللي احنا شايفين لقطاتها، ما بالكم باللي عاشوا بقى هذه لحظات الموت على الكوبري. متخيلين حضراتكم ناس راجعه من شغلها ولا حد معاه ابنه وبنته في عربيته يتفاجئ بان بيحصل حواليه هذه الكارثه وممكن يكون هو نفسه تضرر داخل هذه الحادثه، شيء مأساوي. فاحنا عايزين حملات مكثفة تحديدا لسائقي هذه التريلات، ويكون في كشف عليهم، ويكون في تحليل مخدرات بصفة دورية، لأن يعني مع الأسف بنشوف تحت السن بيسوق، وبنشوف مش في وعيهم بيسوق، وبنشوف عدم التزام بمواعيد السير. فاحنا شايفين الحقيقة يعني مخالفات كبيرة جدا بتنتج عن هذه الفئة، فمحتاجين نغلظ أكتر من العقوبات والحقيقة نطبق كمان القوانين والإجراءات ضدهم. خلينا سريعا نروح للتعليقات ونشوف برضو يعني رأي حضراتكم في الموضوع ومدى الالتزام لهؤلاء السائقين بالمواعيد. علاء لويس بيقول لا يلتزمون ولابد من تجديد وتفعيل قوانين المرور. أستر عبد الوهاب بتقول مساء الخير طبعا غير ملتزمين، وبتقول حالة الحقيقة أن هي تعرف دكتور راح نتيجة يعني إهمال هؤلاء الأشخاص وتوفى في حادثة بهذا الشكل. ميرفت ميخائيل بتقول لابد من تجديد الرقابة المرورية لتجنب هذه الحوادث الصعبة. طيب يعني احنا شايفين بشكل كبير الكل بيأكد على عدم الالتزام، برضو اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. ومن حادثة المريوطية خلينا نروح للزلزال اللي تعرضت ليه محافظة الأقصر، والبحوث الفلكية بتعلن النهاردة عن قوة هذا الزلزال. حصل امتى تحديدا؟ حصل الساعة 1:30 صباحا. كانت قوة الزلزال 4.4 على مقياس ريختر. محتاجين نفهم أكتر لماذا هذا الزلزال شعر به أبناء محافظة الأقصر، ويعني كمان هل وارد يكون في تبعيات ليه، وكل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع، وهل حصل أي أضرار الحقيقة نتيجة هذه الهزات الأرضية أم أن الوضع كان مستتب. نرحب معنا التليفون بدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم على حضرتك، وأهلا بيك وكل المشاهدين. إيه قصة الزلزال اللي تعرضت ليه الأقصر يا فندم، وحضراتكم طلعتوا بيانات بأن هو قوته كانت 4.4، فهل كان الناس شعرت بيه أو حصل تأثير بشكل ما نتيجة هذه الهزات؟ اولا بس هو للتصحيح، هو الزلزال حصل الساعه 1:18 مساء اليوم بعد ظهر اليوم، مش صباحا. واضح ان البيان اللي طلع مساء في بعض الاخطاء مساء بعد الظهر النهارده. زي ما حضرتك تفضلت مشكوره، كان بقوه 4.4 درجه على مقياس ريختر، وبعمق حوالي 9 كيلو. عارفين المنطقه المتاخمه لوادي النيل فيها صدوع وتراكيب وبيحصل زلازل. المنطقه دي يمكن من كام شهر كده كان في زلزال اصغر من كده شويه، كان 3.2 شمال اسوان بحوالي 35 كيلو. المنطقه دي فيها انشطه زلزاليه لكن غير محسوسه معظم الاوقات. الزلزال بتاعنا النهارده تم الشعور بيه في نطاق محافظاتي اسوان والاقصر. يعني شعروا بيه الاهالي، وكمان بكل تاكيد السياح اللي موجودين في المحافظتين دول، لان احنا الحقيقه في موسم سياحي ايضا. لان 4.4 زلزال يتحس، لكن الحمد لله يعني حتى اللحظه الحقيقه ما جبناش اي افاده بوقوع يعني خسائر مثلا عيارات بيوت او كده. الحمد لله المنطقه يمكن ما فيش فيها مباني شاهقه، ولذلك ده كان احد الاسباب اصلا ما كانش فيه انهيارات. يعني لا خسائر الحمد لله لا في الارواح ولا في الممتلكات. ويهمنا ايضا نسال على موقف المواقع الاثريه، لان احنا بنتكلم في الاقصر وفي اسوان، يعني بالنسبه لنا دول كلهم كنوز الحقيقه، فهل حصل اي ضرر ما في مواقع اثريه؟
بالفعل هو طبعا في المنشآت الغير أثرية كان في تواصل مع مكتب يعني معالي محافظ أسوان وأيضا مكتب محافظ الأقصر، وما فيش أي حوادث في الجانب المدني. في الجانب الأثري في تواصل ما بيننا وبين الزملاء في وزارة السياحة والآثار، وأيضا لم يثبت وجود أي خسائر في تلك المناطق الحمد لله. تمام. حضرتك سألت إن الزلزال ده ليه توابع أو لا؟ طبعا صحيح، أي زلزال قوته بتزيد عن 3.5 بيكون متوقع إن ليه توابع، لكن المنطقة مش مفيش فيها نشاط جيولوجي وتركيبي، فمش متوقع إن يكون في توابع، ولو حصل تابع أو اثنين هتكونوا قوتهم أقل بكتير من الزلزال الرئيسي، وبالتالي لم يشعر به أي من الباطنين. حضرتك ذكرت يا دكتور إن دي مش أول مرة بتتعرض ليها هذه المنطقة تحديدا لهذه الهزات، إيه السبب؟ هل يعني ده موقع حضراتكم كعلماء في الـ يعني البحوث الفلكية عارفين إن الموقع ده دائما مهدد يعني إن هو يكون فيه زلازل أو هزات أرضية، ولا إيه السبب؟ هي مش المنطقة دي تحديدا يا فندم، أنا بنقول على طول وادي النيل، إحنا عارفين وادي النيل ده يعني عبارة عن نهر المجرى بتاعه تركيبي مرتبط بتركيب جيولوجية على مجرى النهر على طول، ولذلك على مدار العام في زلازل بيتم تسجيلها والحمد لله لا يشعر بها المواطنين. يعني بدءا من أسوان لحد قبل القاهرة كان امبارح في هزة بسيطة في نطاق محافظة بني سويف، وقبلها كان في نطاق سوهاج، لكن يعني كلها أقل من المتوسط ولا يشعر بها المواطن، ودي ظواهر جيولوجية طبيعية لا تدعو للقلق ولا تدعو لإثارة أي من الإشاعات إن إحنا دخلنا حزام زلازل أو في زلازل مدمرة أو هذا يعني كلام من هذا القبيل. إحنا المنطقة بعيدة تماما عن أي من تلك الأنشطة المدمرة إن شاء الله. إذن حضرتك بتطمن الناس عن قصة يعني الزلزال في محافظة الأقصر. بشكرك جدا دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. برضو يعني يهمنا نطمن من أهالي الأقصر نفسهم، لو في حد من حضراتكم شعر النهاردة بهذه الهزات يكتب لنا كان إمتى وإيه اللي حس بيه، برضو يعني وضحوا لنا التفاصيل من وجهة نظركم. خلينا نروح بقى شوية للاقتصاد وتصنيفات جديدة من وكالة موديز. الحقيقة أن مع الأسف ما زالت النظرات السلبية تجاه الأوضاع الاقتصادية داخل مصر مستمرة، والتصنيفات التي تنخفض متتالية. النهاردة وكالة موديز بتؤكد أن التصنيف الائتماني أو بتغير نظرتها للودائع طويلة الأجل لخمس بنوك مصرية إلى سلبية بدل ما كانت نظرة مستقرة. وكالة موديز تحديدا وضحت في البيان الخاص بيها بتقول ان التصنيف الائتماني لخمس بنوك مصرية تم تغيير فقط نظرتهم في موضوع الودائع طويلة الأجل. البنوك دي هي بنك الأهلي وبنك مصر والقاهرة وبنك التجاري الدولي اللي هو CIB. تم تخفيض النظرة الخاصة بيهم إلى نظرة سلبية وليست نظرة مستقرة زي الفترات اللي فاتت. فإذا الوكالات دي بدأت تغير من نظرتها، وإحنا شايفين الحقيقة ده مش أول تصنيف يختلف إلى النظرة السلبية، سواء ليه علاقة بالبنوك أو ليه علاقة بالاقتصاد الخاص بالدولة المصرية بصفة عامة. أوضاعنا الاقتصادية إحنا عارفين إن في مشكلة خلاص، يعني ما بقاش في جدال على هذه النقطة، الكل يعلم إن في أزمة، والكل يعلم إن هذا العام تحديدا مش هيكون سهل أبدا، وإن متوقع يكون في تبعات لهذه التصنيفات. هنفهم أيضا يعني إيه القصة دي، وليه موديز خفضت تصنيفات هذه البنوك وتبعات هذا الموضوع، ونطمن بصفة عامة بقى على أوضاعنا الاقتصادية. يعني الأمور كلها الحقيقة بقت مترابطة بشكل كبير. خلينا نستضيف معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد أبو عاصي رئيس تحرير منصة 50 اقتصاد. أهلا بيك معنا يا أستاذ محمد. اهلا بك يا ياسين، اهلا بكل متابعينك واهلا بكل فريق الاستاذ. احنا عايزين نفهم الاول يعني ايه موديز بتغير نظرتها لخمس بنوك مصريه تحديدا في موضوع الودائع طويله الاجل من مستقره لسلبيه، ايه معنى الجمله دي؟ هو مبدئيا وكالات التصنيف الدوليه الفتره الاخيره يمكن كل تقاريرها جايه عكس الاتجاه او زي ما بيقولوا كده ضد الاقتصاد المصري من وقت لاخر، وبصراحه ده مش من فراغ، ده بسبب اوضاع ارض فعليه. يعني هنقول ان معظم التصنيفات وان كانت البعض بيصنف ان فيها جزء مؤامراتي، لكن احنا في الاقتصاد ما بنؤمنش بالنوعيه او جزء مؤامراتي. احنا بنقول ان في فعلا اوضاع وسوء الاوضاع الاقتصاديه على الارض، ده اللي خلى وكالات التصنيف تطلع بالتصنيفات دي. طيب التصنيف ده معناه ايه وهيأثر علينا ازاي؟ التصنيف ده المفروض في الاساس ان الودائع او الاموال الموجوده داخل البنوك
بيتم تشغيلها من وقت للتاني، بيتم تشغيلها ما بتبقاش يعني مجرد وجود اموال سلبيه او موجود اموال داخل البنوك، الاموال دي بتاثر على حركه الاستثمار، المفروض ان الفلوس دي او الاموال دي تتاخد وتعمل بها مشروعات ويبدا البنوك تسلف بيها الناس ونبدا نشغل عجله الانتاج اكتر واكتر. لا احنا عايزين نشرح ايه هي الودائع طويله الاجل، هل ودائع المواطنين العاديين ولا ايه الودائع دي؟ ودائع المواطنين وودائع كل المؤسسات المحليه والاجنبيه اللي حطها عندك، بس احنا بنتكلم عن الودائع في الاساس كودائع طويله الاجل، سواء كانت ودائع دولاريه او حتى ودائع بالجنيه المصري، بس اغلبيتها بيكون بالجنيه المصري طالما داخل البنوك المصريه، ما بيكونش قد كده بالودائع الدولاريه، لان حتى تعاملات الافراد مع البنوك فيما يخص الودائع الدولاريه قلت عن الاول، ففي امساك من المواطن ان هو يروح يحط الدولار داخل البنك تخوفا من ان البنك في اي وقت يتحافظ عليه، رغم ان ما فيش سابقه بان الكلام ده حصل في البنوك المصري. فوديعه طويله الاجل هي تلك الوديعه اللي بتحاول بتعدي، احنا يعني تجاوزت الاقتصاد بنقول اكثر من 30 ورايح بتبقى. طب وده معناه ان البنوك دي اصبحت غير قادره على اداره هذه الودائع، ولا معناه ايه ان مودس تقول ان هي بقت بترى ان نظرتها تجاه هذه البنوك في هذا الموضوع تحديدا سلبيه، معناه ايه برضه؟ هقول لحضرتك حاجه، مبدئيا هو التصنيف في الاساس يمكن بيستهدف الودائع او بيتحجج بنقطه الودائع، لكن هو في الاساس ما بيستهدفهاش من قريب او من بعيد. الازمه كلها في توافق العمله، في وجود العملة الصعبة داخل البنوك من عدم اللي هو الدولار، في نقص أو في عجز في المعروض من الدولار، كمان في نفس التوقيت ودي بقى معلومة يمكن المفروض نفهم فيها السوق ماشي ازاي بصراحة يعني بكل وضوح، إن البنوك بتدبر احتياجات من الدولار في التوقيت أساسا اللي مدخلاتها من الدولار مش موجود، يعني في دولار موجود في البنك إحنا كوكالات تصنيف دولية مش عارفين أنتوا جايبين الدولار ده منين. وبكل وضوح الدولار ده معناه هو تدبير واحتياجاته اللي بتيجي بقى من الاسواق المغذيه او من قرارات البنك المركزي من وقت للتاني اللي على اساسها بياخد دولار من السوق الموازي ويدخله السوق الرسمي لما جه اخذ قرار فتره من الفترات وقال للناس والله انا بقول لكم تعالوا حطوا عندي ودائعكم من الدولار وانا مش هسالكم الدولار ده مصدره ايه. النقطه دي عند مؤسسات التصنيف الدوليه بيصنفك انت بكل بساطه على انك سوق غير منضبط، ان انت بتجيب دولار من مصادر مجهول، فده اللي خلاهم يغيروا النظره السلبيه. فبيغير النظره السلبيه بناء على الاساس ده، وده الاساس الاساسي فيما يخص عمليه التصنيفات، لكن موضوع الودائع طويله الاجل او قصيره الاجل حتى كمان تراكم الودائع في البنوك، لان ببساطه ما فيش شركات هتخش تقترب من الارقام الموجوده حاليا لسعر الفائده اللي هي حوالي 20% و20 وربع على ما اعتقد او اكثر من كده بحاجه بسيطه. فالنهارده انا كشركه او كمؤسسه داخل بشتغل باسمي بفلوسي، باجي داخل على البنك اقول والله انا عايز اخد منك قرض، القرض ده بفائده صغيره وعشان ادعم الاستثمار، وده ما بيحصلش في البنوك الفتره دي لان ببساطه احنا رافعين الفائده وده الدواء المر لعلاج التضخم. طيب خليني اسالك انا كمواطن دلوقتي لما اسمع هذا الكلام وابقى مثلا شايل فلوس في البنك او عامل شهادات او الكلام ده كله، ده ممكن يتاثر بشكل ما نتيجه هذا التصنيف؟ يعني ممكن يكون في مشكله بتواجه البنوك المصريه حاليا فبالتالي فلوس المودعين او المواطنين المصريين داخل البنوك ممكن تكون مهدده بشكل ما؟ اطلاقا يا فندم دي نقطه خط احمر، ده خط احمر للامن القومي الاقتصادي المصري والامن القومي العادي خالص. البنوك او التعامل مع البنوك او سياسات البنك المركزي ما بتتعرضش للنقطه دي من قريب او من بعيد. ده كان شيء لازم ناكد عليه ونوضحه علشان الناس ممكن تقلق نتيجه هذه التقارير. كون ان البنك المركزي يتدخل او يقول او يعلن رسميا ان البنوك مش قادره او مش هينفع ان حضرتك تسحب اموالك من البنوك، احنا ما وصلناش للنقطه دي، والنقطه دي بعيده عننا خالص التوجيه ده على الاقل. لا بعيد عننا جدا كمان، واعتقد ان ما فيش في تاريخ الحديث للبنوك المصريه انها تحفظت على اموال العملاء ومنعت انك تسحب قدر معين الا في اوقات معينه اللي هي كانت اوقات كورونا او اوقات الثوره لما كان بعض كان بيتم سحب، حتى دي كمان كانت بتبقى تحت ضوابط. وحتى اللي عامل حسابات دلوقتي بالدولار برغم احتياج مصر للدولار الا ان انت بتروح الحساب البنك بتاعك طالما حسابك انت فامان، ما فيش حد بيجي جنب الحساب بتاعك. طيب خليني اسالك على الوضع الاقتصادي او المشهد الاقتصادي بصفه عامه استاذ ابو عاصي، يعني دلوقتي احنا شايفين بتتوالى التصنيفات السلبيه سواء ليه علاقه بالبنوك او كمان ليه علاقه بالدوله المصريه، ده ازاي ممكن ياثر بقى على الوضع الاقتصادي بصفه عامه على دخول مستثمرين؟ يعني برضو محتاجين نفهم اكتر. طيب انا هقول لحضرتك قبل ما اقفل النقطه دي برضو حاجه للامانه الاعلاميه، التصنيف اللي تم اعلانه النهارده ده بيأثر شويه على تعاملات البنوك بره، لان البنوك بتقترض زيها زي الدوله ما بتقترض. فبيجي النهارده انا وانا بقترض قرض وليكن مثلا من البنك الاوروبي للتنميه، بقول له انا كبنك مثلا وليكن بنك مصر مثلا على سبيل المثال عايز منك قرض، هيقول له والله القرض ده انت حضرتك تصنيفك قليل يعني مهدد ان انت ممكن ما تقدرش تسدد القرض بتاعك، فلو سمحت هتحط لي فايده اعلى شويه عشان اضمن الفلوس بتاعتي.
فدي نقطه، ده التاثير اللي هو على البنوك بتزود زي ما بيحصل مع الدوله، فدي نقطه. اما بقى فيما يخص بقى الوضع الاقتصادي لمصر، فلا يخفى على احد ان الوضع الاقتصادي المصري فيما يخص الفتره الاخيره والتغيرات في سعر الصرف وانفلات الاسعار عموما وارتفاعاتها موقف التضخم، وده نتيجه عوامل كتير احنا كلنا عارفين، نتيجه عوامل اداء الحكومه في الملف الاقتصادي مش اقوى حاجه، لكنه قوي في الملف في المشروعات، لكنها للاسف مشروعات طويله الامد. تمام. احنا محتاجين مشروعات انيه وحاليه. في النقطه الثانيه، بعض الناس اللي هو التجار اللي بيضربوا على الدولار في السوق الموازي بكميات رهيبه، لان عايز اقول لحضرتك حاجه، السوق الاقتصادي نفسه بيكافح نفسه بنفسه، يعني بمعنى ادق ان انا النهارده كمواطن او كتاجر بشتري سلعه من الخارج، السلعه دي وليكن اخر فيها في التسعير وليكن 1000 جنيه، مش هينفع ابيع السلعه دي ب 1200 جنيه او 1500 جنيه او 2000 جنيه، محدش هيشتريها فهخسر. لكن اللي بيحصل دلوقتي في الدولار ما حدش بيشتري دولار او بيبيعه في السوق سلعه الارقام الحاليه. طيب خلينا نتكلم بقى تحديدا على قصه الدولار والذهب، لانه محير جدا ان احنا نلاقي الاثنين بيزيدوا، يعني احنا شايفين الدولار لما نتكلم على السوق الموازي احنا دلوقتي بنتكلم في اسعار تقريبا بتتخطى 60 جنيه، ناس بتقول السعر بيصل ل 65، وفي نفس الوقت شايفين زياده ايضا وارتفاع في سعر الذهب، وشكوى من يعني ان مش لاقيين كمان السبائك او الجنيهات، او ان كمان بقوا معرضين ان هم يشتروا حاجات مزوره، فاحنا شايفين يعني شكاوى كتير بتصدر في الاتجاهين وارتفاع متتالي وفي الاتجاهين، يعني في الذهب وفي الدولار مع بعض. فيما يخص الذهب في الاساس كسوق ذهب، سوق الذهب في مصر غير منضبط باي حال من الاحوال، واكثر الاسواق اللي بتشتبك وبتتعامل مع السوق السوداء باعتبار ان الذهب ليه مدلول عالمي فيما يخص الدولار، فممكن الناس بتستسهل وتبيع وتشتري بالدولار فيما يخص سوق الذهب بالتحديد. والسبب الرئيسي في ارتفاع اسعار الدولار في السوق السوداء هو سوق الذهب، لان سوق الذهب يعني وده على نطاق مصر بالتحديد، وعشان كده حتى السيد الرئيس كان الفتره الاخيره وجه وزاره التموين بانها تبدا تدخل ذهب الدمغه او الدمغه تبقى بالبرقود. ليه؟ لان بكل وضوح بكل وضوح سوق الذهب من اكثر الاسواق اللي بتشتبك مع غسيل الاموال. النهارده انت بتروح تشتري مستغى الكميات اللي انت عايزاها، محدش بيقول لك من اين لك هذه، بس نكون واضحين في النقطه دي. تطلع الفاتوره بتاعت حضرتك وبتشتري من كذا مكان وخلاص خلصت القصه كلها على كده. دي حاجه. فبالتالي سوق الذهب ذات نفسه سوق غير منضبط. سوق الذهب كمان بيعاني من مشاكل، وكان في اخر 48 ساعه احنا نشرنا عندنا خبر موجود في خمسين اقتصاد بيتكلم عن ان في زي ما يقولوا كده وزاره الداخليه نجحت ان هي تلقي القبض على عدد من التجار، التجار دول كانوا بيتعاملوا بشكل او باخر فيما يخص السبائك المخشوشه. طب ايه هي السبائك المخشوشه؟ نسبه النحاس فيها اعلى. يعني نسبه النحاس اعلى فيها بنسبه كبيره، وعايز اقول لحضرتك ان في الموضوع متوتر جدا، لسه حتى الان الدوله لم تعلن تفاصيل النقطه دي بالتحديد، لان يقال ان في كم كبير من السبائك تم بيعه خلال الفتره اللي فاتت وكان مخشوش. يعني كان كبير من السبائك تم بيعه خلال الفتره اللي فاتت، والسبائك دي نسبه النحاس عاليه فمخشوشه. تم القبض على عدد كبير من الناس. صحيح. احنا بالفعل شفنا يعني اعلان عن اخبار بهذا الشكل، فاذا مش اول ولا اخر مره هنتكلم طبعا على الاوضاع الاقتصاديه، الموضوع بقى فارض نفسه بشكل كبير واكيد يعني هنتابعه طول الوقت. بشكرك جدا استاذ محمد ابو عاصي رئيس تحرير منصه 50 اقتصاد، ف يعني بكل تاكيد الملف يعني مكمل معانا زي ما احنا شايفين كده، بيتلامس مع كل شيء في حياتنا تقريبا بشكل يومي، فلازم نعرف القصة ونفهم المشهد ونحاول نحلل ونحاول ناخد يعني الحايطة قدر الإمكان علشان نعرف نستثمر ازاي وفين، وما نشتريش من اي حد السبائك والذهب على سبيل المثال. لسه سامعين يعني ارقام كبيره جدا او اعداد كبيره من الذهب اتباع وفي الاخر تم اكتشاف ان هو مغشوش، فالحقيقه الكل كمان حريص ان هو يستثمر فلوسه في هذا الوقت تحديدا في المكان المناسب علشان يعني موضوع مش ناقص خسارة أكبر. نروح للملف الرياضي وإصابة جديدة في لعيبة المنتخب المصري، محمد الشناوي حارس مصر طبعا، هذا اللاعب الكبير واللي بكل تأكيد ليه تاريخ برضو هام مع المنتخب، محدش يقدر ينكر ذلك، وإن كان في مأخوذات على أداء الشناوي في المباريات الأخيرة، لكن هو يعني لاعب كبير. للأسف الشناوي تعرض لإصابة، والنهاردة اتحاد الكورة بيعلن أن الشناوي هيسافر لألمانيا علشان يجري بعض الفحوصات الطبية لأن عنده إصابة في الكتف، والموضوع تم بالتنسيق طبعا ما بين النادي الأهلي وما بين منتخب مصر.
لكن خلينا نقول ان بكل تاكيد النادي الاهلي ليس سعيد بهذا الخبر وقلقان، لان الاهلي بينتظروا ماتشات هامه خلال الفتره اللي جايه، فازاي غياب الشناوي ايضا هياثر على النادي الاهلي. خلينا نرحب معانا على التليفون الاستاذ امير نبيل نائب رئيس القسم الرياضي في جريده الشروق. مساء الخير يا استاذ امير. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك وكل بشيء. اولا وفقا لبيان اتحاد الكوره واحدث المعلومات، ايه طبيعه الحاله الصحيه للشناوي وحجم الاصابه اللي تعرض ليها؟ يعني بالتاكيد طبعا هي خساره كبيره بالنسبه للمنتخب الوطني، زي ما كانت خساره محمد صلاح او جهود محمد صلاح بالنسبه للمنتخب الوطني، ولكن طبيعه البطولات الكبرى يعني وارد ان المنتخب يفقد عدد من النصر. بتذكر بان نسخه الكاميرون الماضيه اللي وصل فيها المنتخب للنهائي كان فقد عديد من اللاعبين في مشواره، فقط احمد حجازي، اكرم توفيق، محمود الونش، والشناوي نفسه تعرض لاصابه ولم يكمل مشوار البطوله تحديدا في دور ال 16. يمكن المفارقه ايضا قبل دور ال 16 الشناوي بيغيب الاصابه. يمكن اصابات الكتف عموما من الاصابات اللي بتحتاج وقت في العلاج والتعافي، فعشان كده ما كانش في اي نوع من الـ يعني الـ الامكانيه ان اللاعب يكمل الفتره الحاليه. بالظبط يكمل مع فريق. يمكن الجدل اللي كان اثير حول محمد صلاح، لكن طبعا برضه اصابات الشد العضلي بيبقى فيها ضربات في هي اصابه الشناوي خلع في الكتف يا فندم صح؟ والتشخيص طبعا اللي خرج هو خلع في الكتف بالظبط، ولكن طبعا لمزيد من التدقيق او الفحوصات الاكثر للاصابه كان القرار بان الشناوي يسافر الى المانيا لاحد الاطباء المتخصصين في اصابه الكتف، حتى يعني يؤكد نوع الاصابه تحديدا ويبين ما اذا كانت الاصابه تحتاج الى تدخل جراحي ام لا، ام يتم العلاج بشكل طبيعي. وده هيحصل في المانيا وفقا لبيان اتحاد الكوره، ان خلاص الشناوي هيسافر لالمانيا علشان يجري الباقي يعني من الفحوصات الطبيه. طيب خلينا نتكلم اولا على صعيد المنتخب، ازاي هيكون غياب الشناوي بيأثر على المنتخب المصري؟ يعني هل خلاص دلوقتي نقدر نقول ابو جبل سيكون البديل ام لسه ما فيش استقرار على من سيكون بديل الشناوي؟ او يمكن زي ما حضرتك ذكرتي في المقدمه الشناوي برضه من الاسماء المهمه في المنتخب الوطني، ولكن طبعا حتى رغم الاداء اللي هو ما كانش افضل حاجه من الشناوي تلقت مرمى او تلقت شباكه ستة اهداف في النهايه من الحراس اصحاب الخبرات مع المنتخب، مشاركات قبل كده في كاس الامم، مشاركات في كاس العالم، عشان كده دايما بيبقى مصدر طمانينه بالنسبه للاجهزه الفنيه وبالنسبه طبعا للجماهير، ولكن طبعا البدائل الموجوده قادره على التعويض. اختيارات روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب شملت ثلاث حراس اخرين في القائمه وهم احمد الشناوي ومحمد ابو جبل ومحمد صبحي. يمكن يعني الاسماء اللي عرفناها او الاقرب للمشاركه بحسب الخبره الافريقيه قد يكون أبو جبل. هو محمد ابو جبل، خاصه ان احنا خلاص الماتش اللي جاي يوم الاحد اللي جاي خلاص احنا بنكون يعني بنلتقي فريق جديد. هل كمان تم تحديد الفريق اللي هنقابله ولا لسه؟ هو طبعا طول ما احنا ماشيين في مشوار البطوله بيتحدد منافسين على مستوى دور ال 16 بشكل عام، ولكن احنا تحديدا منتظرين المجموعه الثالثه، لان احنا خلاص طالما تاهلنا في وساطه مجموعتنا او في المركز الثاني فننتظر وصيف المجموعه الثالثه تحديدا اللي بتضم المغرب والكونغو الديمقراطيه وزامبيا وتنزانيا. صحيح. قد يكون المنتخب الكونغولي، قد يكون المنتخب الزامبي، لسه هنشوف مين المنافس. نتمنى ان شاء الله مواجهه تبقى يعني طيب. موفقه بالنسبه. خلينا نتكلم سريعا على صعيد النادي الاهلي واللي طبعا بيستناه برضو ماتشات مهمه بعد بطوله كاس الامم الافريقيه، ازاي يستقبل خبر اصابه الشناوي وهل ممكن يلحق بمباريات الاهلي ولا يعني الامور حاليا بتبدو ازاي؟ يمكن طبعا فور علم النادي الاهلي باصابه الشناوي تواصل الدكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي مع نظيره في المنتخب الدكتور محمد ابو العلا لمعرفه طبيعه الاصابه. يمكن النادي الاهلي من جانبه ما طلبش ان الشناوي يعود، ولكن طبعا يعرف جيدا النادي الاهلي ان الاصابات الكتف من الاصابات اللي يعني بتتسبب في الغياب لاكثر من شهر على الاقل، فبالتالي يعني اكيد هيفقد قوته في الفتره الحاليه، ولكن لديه طبعا البدائل وبالتحديد مصطفى شوبير يمكن اللي ظهر النهارده في مباراة ودية أمام نادي الأخدود السعودي، فإن الأهلي خسر بهدفين لهدف، ولكن في النهاية طبعا مصطفى شوبير لديه خبرات المشاركة اللي كان رغم من صغر السن ولكن شارك في يعني الشناوي أيضا سيغيب عن مباريات الأهلي المقبلة. أكيد أكيد يعني طبعا على المستوى الرسمي شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال أفريقيا
ببقيه مشوار فريق الدوري. نتمنى عوده سريعه للدوري والنادي الاهلي او الكره المصريه. طبعا نتمنى كل السلامه للاعبنا الكبير محمد الشناوي. بشكرك جدا استاذ امير نبيل نائب رئيس القسم الرياضي في جريده الشروق. وصلنا مع حضراتكم لختام فقرة الأخبار. هنخرج لفاصل سريع وبعد الفاصل هنفهم أكتر قصة محطة الضبعة النووية وإزاي هنستفاد بيها على مستوى الطاقة وكمان على المستوى الاقتصادي. بعد الفاصل استنونا.